في نشرة الصحف الخاصة بالعالم العربي اهتمت صحيفة الراية القطرية بالقرار الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية اعتبرت أن قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدا أدنى غير تمييزي للأجور. وفي مصر كتبت الشرق الأوسط أن دول الخليج عبرت عن موقف ثابت لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2116. وفي الإمارات أوردت صحيفة الخليج أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل فجرت أزمة حقيقية بين البلدين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة فتحت الأبواب أمام احتمالات تصعيد غير مسبوق لا يبدو أنه من الممكن حتى الآن ضبطه، لكنه في كل حال لن يصل إلى حدود المواجهة المباشرة. أما في الأردن فكتبت صحيفة الغد أن القوى والفصائل الفلسطينية تشهد حراكا سياسيا نشطا لتكثيف مشاوراتها حول تشكيل القوائم المشاركة في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفة أن هذا الحراك يأتي وسط أنباء تستبعد إيجاد قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس